مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال ماذا تاكل صغار الانانيب. يعني كلنا مادام دخلتوا لهذه الحلقه، يعني كاع الناس اللي دخلوا لهذه الحلقه بلا شك انهم يعني كاينين تخوفات ونقاشات على هذا الموضوع. يعني ملي يكونوا صغار، يعني كاين مرحله ديال حديثي الولادة، كاين المرحلة ديال قبل الفطام، وكاين بعد الفطام. الناس اللي كيعاوتاني كيهضروا على الماء، واش نعطيهم الماء، فوقاش نعطيهم الماء، فوقاش نخرجوهم ياكلوا، كلشي ان شاء الله غادي نجاوب عليه في هذه الحلقة. إذا كاع الصغار ديال الأرانب، يعني حديثي الولادة، أول مرة غادي تولد لكم شي أرنبة. منين تشوفوا الأرنبة ولدت ما تحاديوش في الصغار ديالها أولا، ما تقربوا لهمش، خليوهم. القضيه ديال واش غادي ياكلوا ولا ما ياكلوش، داكشي في الاول كتكون الحليب ديال الام، هذه معروفه. تهلاو في الام، يعطيوها شي اما نخاله مخلطه مع الماء دافئ في الصباح، يعطيوها معلقه ديال العسل، يعطيوها يعني فيتامينات. الناس اللي ما عندهمش امكانيات باش يديروا فيتامينات يديروا غير النخاله مرشوشه مع الماء الساخن في الصباح الباكر والعسل. هذا الشيء بالنسبه للصغار، يعني الله تولدوا راه الام هي اللي كتكون مهتمه بهم، ما تحاديو فيهم، ما تعطيهم حتى شي حاجه، راهم يعني الام هي قادره باش يعني توكلهم. فوقاش الاسبوعين الاولين يعني كيبقاو في البيت الولاده، كما كتشوفوا انتم راه كاينين بيوت الولادة اللي فيهم الأرانب، يعني باقي ما خرجوش. ولكن المشكل فين كيكون، أن الأنثى كتكون حاملة وهي كترضع، سمو كتولي يعني ماشي، يعني هذا هو الفرق ما بين الأنثى اللي خليتيها عطيتيها واحد الفرصة يعني باش ترضع الصغار ديالها تتفطمهم، والأنثى اللي الناس اللي كيديروا دوره يعني مباشره غير كتولد الانثى كيعطيوها للذكر عاوتاني، كيزوجوها مع الذكر عاوتاني. اسمو كيوقع انها ما كتبقاش تهتم بالصغار ديالها بالشكل الكافي، لان هي عندها اجنه اخرين في الكرش، صغار اخرين عندها في البطن ديالها. اسمو غادي تولي ما كترضعهم، مثلا نقولوا كانت كتقدر ترضعهم في الاول ثلاثه المرات، كاين اللي كترضع ثلاثه المرات، وكاين اللي كترضع جوج مرات في اليوم. سمو كيوقع لها انها كتولي كترضعهم غير مره واحده. ملي كترضعهم مره واحده، هما الى المربي طلع عليهم كتولي كيلقى باللي البطن ديالو يعني ما فيهاش الحليب بزاف، يعني ملي كيطلع ليه كيبان له مشوك. شنو هو مشوك؟ هو ان الزغف ديالو يكون طالع، حنا هو اللي كنقولوا مشوك. هذاك مشوك ماشي راه فيه البرد، لا، راه فيه الجوع. اشنو نديرو حنايا في العمر ديال 20 يوم كما كتشوفوا معايا، انا غنوريكم. اذا هادو في عمر ديالهم 20 يوم، اشنو درت لهم؟ هادو كنبقى نرمي لهم يعني الاكل ديالهم في بيت الولاده. يعني ها هي الام، ها هي كتاكل من العلافه، وكاين اللي كياكلوا معاها من العلافه، راهم كاينين. ولكن نبقى نرمي لهم هما لداخل باش نساعدهم، يعني واخا كيرضعوا من امهم نساعدهم شويه. الوقيته اللي نرمي لهم فيها الماكله ماشي يعني الفصه، انا رمي لهم دابا الفصه يابسه ماشي الخضراء، ممنوع الاخضر في هذه الوقيته هذه، انا غادي نتصابوا لكم باسهالات. اذا سمو الفكره اللي بغيت نشرح وهي ان منين نرميو لها هي الماكله في العلافه ديالها، هي العلافه مباشره هما نرمي لهم. علاش؟ سمو السبب، لان الا مشيتي ترميتي لهم هما، هي غتبقى تحقر عليهم وتبقى تضربهم باش تاكل الماكله. اما الا عطيتيهم في نفس الوقت هي كتاكل، ها هي كتاكل هما، وهما كياكلوا في نفس الوقت. هانتوما هما سمو غادي يديروا، هما كياكلوا الاشياء الرقيقه وكيخليو لها هي الاشياء الغليظه، داك العيدان وهادي ديال الفصه، هما كياكلوا غير الحاجه الرقيقه على قد فمهم، وهي كتدخل كتكمل هذاك الشيء. حدا بعد هاد العيدان هادو راه واحد نقول واحد ربع ساعه ما غتلقاش حبه في التما، تلقاهاش.
انهما كياكلوا وهي كتاكل. بالنسبه للناس اللي كيطرحوا التساؤلات ديال اشنو نوع الاكل، واش نعطيهم الخبز الجاف واش نعطيهم السيكالي، ما تعطيهمش الخبز الجاف كارم وما تعطيهمش السيكالي. خبز جاف وفوقاش ملي يكملوا شهر ويغي الدقديق ديالو غير التفرتيت ديالو، يعني تدقوه مزيان عاد تعطيهم كميات قليله لان كيكون باقي وما تفطموش. سمو كيوقع الناس اللي كيمشيو كيعطيهم بزاف ديال الخبز جاف يعني الكارم، كيوقع ان كيلقى الارانب ديالو تحجروا، سمو يتحجروا كيوليو الكرش ديالهم قاصحه. هذيك موضوع اخر، هذاك كيولي الارنب خصك تتعامل معاه باش يقدر يعيش، لان كيولي صافي الكرش ديالو ما كتبقاش تقدر تدخل، واخا كيبغي يشرب الماء كرشو الامعاء ديالو ما كيهضموش، ان المصيرنا ديالو كيكونوا باقيين عاد صغيورين. بالنسبه سمو تعطيهم، عطيهم فصه يابسه، فصه يابسه شحال من واحد كيسولني عليها، راه هي اللي كتعطى للماشيه. منين تمشيو للسوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد التبن راه معروف، من لابد ما تلقاو معاه الفصه وتلقاو معاه الخرطال. اذا هاد الاشياء هادو من لابد ما غادي تلقاوهم في السوق. هذاك الفصه فيها انواع، كاين اللي العيدان ديالها طوال وكاين اللي العيدان ديالها قصار. بالنسبه للارانب، الارانب عموما كيبغيو الفصه اللي العيدان ديالها قصار، وتا ما كتضيعوش فيها، لان ملي كيكونوا طوال الاغلبيه كيخليو ديك العيدان. نتوما شريو هذا البائع قولوا له عطينا الفصه الرقيقه، يعني الخاصه بالارانب، غير غتقولوا له خاصه بالارانب راه غادي يعرف، غير قولوها البائع راه غادي يعطيكم اللي خاص بالارانب. بالنسبه للماء، الماء ضروري، ان شحال واحد يقول لي لا ما نعطيوش الارانب الماء. ها انتم كما كتشوفوا انا راني اعطيهم الماء في العشرين يوم الاولى، هو مسكين كيتشعبط ويدير ويقلب على الماء بالاضافه الى الحليب ديال الام. والماء فوقاش كيبقاو يشربوه ملي كتكون شويه ديال درجه الحراره بدات كترتفع. من لابد الانسان حنا نهضروا على الانسان، ملي كيكون يعني الجو بارد كتلاحظوا انكم ما كتبقاوش تشربوا الماء بزاف، واخا هو ضروري للجسم واخا خصكم تشربوا الماء، ولكن في الجو الحار كتلاحظوا انكم وليتوا كتشربوا بزاف اكثر من الحد من المياه. علاش؟ لان الجسم كيحتاج المياه، هو كيعطيك واحد يعني ناقوس خطر، كيقول لك انا بغيت الماء. إذن هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. كنظن انني هضرت لكم يعني ببساطه شنو كيبغيو الارانب الصغار، يعني كيفاش تتعاملوا مع الارانب الصغار. كان شي تساؤلات مرحبا بكم في التعليقات الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، يعني ساندوني ما تنساونيش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.